بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أيها السادة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإيمان هو الخلق. نتابع المسيرة والاستزادة من علوم أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء، جزاكم الله خير. وإياكم سيدي الكريم، كنا قد تحدثنا عن مقومات التكليف. أنا في كل بداية حلقة أود أن أربط ما جرى وما تحدثنا عنه وحوله في الحلقات السابقة، كي أذكر الذين ينضمون إلينا مثلا في بداية هذه الحلقة ولم يتابعوا الحلقة. أين هم من البرنامج؟ أين هم من البرنامج؟ تماما. تحدثنا عن مقومات التكليف في الكون والعقل، وأفردنا للعقل مساحات واسعة، وما زلنا في مسألة العقل. وتحدثنا في الحلقة السابقة عن قضية العلاقة بين العقل والوحي، ما هي هذه العلاقة، وتبينا بأن العلاقة هي علاقة تكاملية، فما عجز العقل عن إدراكه وفهمه جاء به الوحي ليخبره بالنص الثابت عن ذلك الذي عجز وقصر عن إدراكه. وتحدثنا عن علاقة العقل بالنص، وقلت لنا بأن للعقل مهمتين. المهمة الأولى ما قبل النص، التأكد من صحة النص. المهمة الثانية هي فهم النص وإدراك هذا النص. نتابع في مسألة النص والواقع. جاءنا نص، جاء العقل فقال هذا النص مثبت صحيح، وفهمه العقل لهذا النص. نأتي بالنص مقارنة بالواقع. ما علاقة النص بالواقع وما يؤثر على الآخر؟ ثم نتحدث عن مسائل أخرى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم. أستاذ علاء، النص والواقع. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية وأمر عليها أحد أصحابه من الأنصار، ثم ورد في بعض الروايات أنه كان ذا دعابة، هذا الصحابي الأنصاري. نعم. فلما قطعوا مسافة عن المدينة أمر بإضرام نار عظيمة أمير، فأضرمت، قال اقتحموها. فكر الصحابة، قال بعضهم كيف نقتحمها وقد آمنا بالله فرارا منها. جميل. لم يعطلوا عقولهم، النص أن تقتحم النار ونحن آمنا بالله فرارا من النار. فلما رفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة. الله. إنما الطاعة في معروف، يعني العقل لا يعطل أبدا. الطاعة في معروف، إنما الطاعة في معروف، يؤكد هذا قول الله عز وجل ولا يعصينك في معروف. في معروف، نعم. المعصية مقيدة بالمعروف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحابه القتلى من الرماة الذين عصوه في أحد. قال كتاب السيرة لأنهم عصوا أمرا تنظيميا ولم يعصوا أمرا تشريعيا. جميل. فهذه القصة في البخاري ومسلم وردت، لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة. لأن الذي يعلم الناس ينبغي أن يعطيهم منهج البحث. سيدنا الصديق قال أطيعوني ما أطعت الله. تمام. يعني راقبوني، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. أنا أذكر هذا لئلا يؤخذ الناس أحياناً بتأليه شخص فلا يحكمون عقولهم فيما يأمرهم وينهاهم.
هذا يقع في بعض الحلقات أحيانا، نعم، في بعض الجماعات، نعم، يعطل العقل عندهم. لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف. فحينما يكون العقل يقظا والنص صحيحا وهما في الأصل متوافقان، نكون في خطى سريعة نحو التقدم. إذا كان العقل منضبطا وكان النص صحيحا يتكاملان كما تفضلتم في الحلقة السابقة. لكن أضرب بعض الأمثلة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي سميت هذه الحلقة بكلمة له مأسورة، نعم، يقول: لو أنك اطلعت على نص ينبئ أن الله يضع أعداءه الذين نصبوه العداء طوال حياتهم في الجنة، وأن أولياءه الذين أفنوا حياتهم في طاعته في النار، هكذا ورد في النص، وكلا الأمرين عندك سواء، ولا تعرف صحة أحدهما من الآخر إلا بدلائل صحة النص. قال: فأنت لا تعرف الله. قطع المثل، لا تعرف الله إطلاقا. إطلاقا. أنا أردت أن أشرح هذا بمثل. إنسان مقيم بدمشق سافر إلى أمريكا، دخل إلى أعظم جامعة في واشنطن، دخل إلى قسم الجغرافيا، اطلع على أكبر أطلس ألفه 20 دكتور يحمل أعلى شهادة، فتح على الشرق الأوسط فإذا دمشق فوق بيروت، وهو ابن دمشق. هو على الساحل. على الساحل. وفوق بيروت. لا يقبلها. لو كان 1000 دكتور مألف الأطلس. من أيام الواقع أقوى من أي نص ما لم يكن وحيا طبعا. هديك مستحيل الوحيان. الكتاب وما صح من السنة مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل ليناقض الواقع. أما أقول الواقع أحيانا أقوى من أي نص لم نتأكد من صحته. لم نتأكد من صحته. فكما أنني ابن دمشق حينما أذهب إلى بلاد بعيدة جدا وأرى أكبر مرجع في الجغرافيا وأرى مدينتي على الساحل لا أصدق ذلك. وهذا الذي خلق السماوات والأرض، أسماؤه كلها حسنى، صفاته كلها فضلة، عدل مطلق، كمال مطلق، رحمة مطلقة، عطف مطلق، يضع عباده الذين نصبوه العداء طوال حياتهم في الجنة وأولياءه في النار. في النار بالطبع. هذا قال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. وربك الغفور ذو الرحمة. أما أنت يا محمد أرحم الخلق بالخلق، فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأنا حينما أرى الواقع مرفوضا من قبل العقل الصريح، أستاذ علاء في فكرة دقيقة جدا، الحق دائرة تتقاطع فيها 4 خطوط. خط النقل الصحيح، النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. أنا تعمدت أن أصف كل كلمة بصفة. قلت النقل الصحيح لأن هناك نقلا غير صحيح، وقلت العقل الصريح لأن هناك عقلا تبريريا تخرج من جلدك حينما تسمعه، يعني يبرر أفعاله، يعني وتصرفاته، قتل وسلب ونهب ثروات وإزلال وحرية من أجل الحرية وديمقراطية. هذا عقل تبريري ساقط
عند الله وعند الناس. نعم، فالعقل صريح والنقل صحيح والفطرة سليمة لم تنطمس والواقع موضوعي ليس مزورا. فحينما يأتي النص الصحيح حتما يجب أن يوافق الواقع، لأن الواقع خلقه والنص كلامه والفطرة مقياسه والوحي كلامه، هي كلها من عند الله عز وجل، من مصدر واحد. أنا أريد هذا التواؤم والتلاقي والتوافق بين معطيات العقل ومعطيات النقل. فإذا حينما يكون الواقع مناقضا لنص، الواقع أقوى. نعم. أما حينما يكون العقل مناقضا للنقل، النقل أقوى. نعم. إذا ناقض العقل النقل، العقل محدود بواقع، فالنقل أو أقوى. أما إذا كان الواقع يناقض النص، النص العادي، النص العادي وليس لم أرقى به إلى مستوى النص الصحيح، لا أبدا، النص العادي. لا نعم. طيب سيدي الكريم، تفضل. هل يرفع الواقع النص العادي إلى ثبوتية أعلى إن صح التعبير؟ والله هذا الكلام يعني من بعض الجوانب مقبول، من بعض الجوانب. نعم. أحيانا الناس يستمرئون معصية معينة وتشيع هذه المعصية لدرجة أنها تصبح هي الأصل. فإذا جاء الوحي بنص آخر ينهى عن هذه المعصية، أنا لا أستطيع أن أجعل شيوع هذه المعصية أو أن الناس ألفوا هذه المخالفة أو أن الناس أصبحت عندهم عادة، فأن أعد هذا الواقع الذي هو في الأصل مخالف للنص الثابت الوحي. نعم. أستاذ علاء، مع نص الوحي أنا أعطل عقلي؟ لا يوجد. يعني أنت مع طبيب يحمل بورد وله مكانة كبيرة ولك ثقة بإيمانه وورعه واستقامته وعلمه وتفوقه، لا تناقشه أبدا. فمع الوحي، الوحي من عند الخبير، لأن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع توجيهاتها. لذلك بعضهم قال علة أي أمر أنه أمر. أنا لا أنسى كلمتان أو لا أنسى كلمتين. الأولى، إنسانة دكتورة في الجامعة في مصر كان في برنامج بإذاعة بريطانية حول التعدد، فسئلت عن رأيها في التعدد، والأنثى لها موقف معروف من التعدد، فقالت كيف أدلي برأي في التعدد وقد سمح الله به؟ قطع طريق الله إله. نعم. اللي خلق الكون وأبدع هذا الكون، هذا كلامه. الموقف الثاني الذي أحب أن أذكره، أن عالما مسلما ذهب إلى بلاد بعيدة والتقى بعالم بأعلى درجة من العلم هداه الله إلى الإسلام، وانطرح موضوع لحم الخنزير. فهذا العالم المشرقي يعني أفاض وتحدث عن مضار لحم الخنزير وعن الدودة الشريطية وعن 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 ساعة. فكان جواب العالم الآخر قال له يكفي أن تقول لي إن الله حرمه، انتهى. فنحن حينما نرى نصا من الوحيين، القرآن قطعي الثبوت وبعضه قطعي الدلالة وبعضه قطعي الثبوت، وهذا ينقلنا إلى أن النص القطعي في دلالته يغطي الثوابت في الإنسان، وإلى أن النص الظني في دلالته يغطي المتغيرات في الإنسان، في الإنسان. لكن وفي حياتي. لكنني أنا كمتكلم أحيانا أستخدم نص احتمالي بالضبط، كما لو قلت أعطي فلانا 1500 درهم، هذا النص قطعي الدلالة، لا يحتاج لا إلى مفسر ولا إلى فقيه ولا مجتهد. أما إذا قلت درهم، أعطي فلانا 1000 درهم ونصفه، هنا مشكلة. هذه لها على من تعود، على الدرهم، على الدرهم أم على الألف؟ هي قضية احتمالية. أنا حينما أستخدم نصا احتماليا أنا أقصد معنى واحدا في هذا النص الفضفاض. لذلك كلما صدر قانون
تؤلف لجان لتحديد مفهومات القانون. مفهومات القانون وتعليماته. قد يكون العبارة فضفاضة تحتمل معاني كثيرة، يأتي المفسر ليضع معنى محدد. لكن خالق الكون حينما يأتي في كلامه نص احتمالي يحتمل معاني كثيرة، أراد كل المعاني لتغطي كل المتغيرات وكل البيئات وكل الأزمان. يعني جاء أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لو أعطيت إنسان في دمشق كيس قمح ماذا يفعل به؟ أين يغسله؟ أين يطحنه؟ أين يخبزه؟ صحيح. الإنسان في دمشق يعطى مبلغ من المال، أما إنسان بالريف الطاحونة جاهزة والتنور جاهز. وهذا الكيس يكفيه سنة خبز. فأحيانا تقدم الزكاة عينا في بيئة ونقدا في بيئة ثانية، فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ترك الموضوع احتمالي. فلما الإله بيكون النص بكلامه أو بكلام نبيه احتمالي، يقصد كل المعاني التي تغطي كل المتغيرات ولتصلح للأزمان والأماكن وفي شيء المتعددة. آخر ملمح آخر دقيق جدا، الحقيقة حديث شريف حير العلماء، إن الله خلق آدم على صورته. يعني من أجمل ما قرأت عن هذا الحديث أن الله لكرامة الإنسان عنده أعطاه بعض صفاته، فالله عز وجل فرد، لذلك الإنسان بقزحية عينه فرد، ب6,000,000,000، برائحة جلده فرد، بنبرة صوته فرد، ببصمة أصبعه فرد، بزمرته النسيجية فرد. نعم. فالفردية واضحة تماما. والآن ببعض البحوث الحديثة بنطفته فرد، نعم، يتفرد بها عن 6,000,000,000. نعم. الآن الإنسان لكرامته عند الله سمح له أن يشرع، فجعل بعض النصوص ظنية الدلالة تحتاج إلى مجتهدين. يعني كان من الممكن أن تكون كل النصوص قطعية الدلالة. لا نحتاج لا إلى مفسر ولا إلى عالم، لكن لحكمة أرادها الله عز وجل سمح للإنسان أن يجتهد، وقد قبل الله منا أن نعبده باجتهاد المجتهدين. طبعا في للاجتهاد ضوابط دقيقة جدا. نعم. الآن الله عز وجل مريد، والإنسان أعطاه حرية الإرادة، الإنسان مخير. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا الإنسان فرد ومبدئ ومشرع وفي الاختيار، مخير في الاختيار، مبدئ عن طريق الجينات. نعم. الآن هناك وردة سوداء، هناك فواكه مأخوذة من أصناف متباينة. فالله عز وجل لكرامة الإنسان عند الله لأنه قبل حمل الأمانة، سخر له ما في السماوات وما في الأرض، وسمح له أن يكون فردا وأن يكون مريدا وأن يكون مبدعا وأن يكون مشرعا، وقد قبل الله أن نعبده باجتهاد المجتهدين. أليس هناك مذاهب في الفقه؟ نعم. قل لك أنا حنفي وأنا شافعي وأنا مالكي وأنا حنبلي. نعم. هاي اجتهاد المجتهدين. صحيح. وكل مجتهد معه دليل. فلذلك هذا الدين دين يعني في أصالة، وهو يصلح لكل زمان ومكان. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أجمل ما قاله الإمام الشافعي عن أولي الأمر، قال العلماء والأمراء معا. العلماء يعلمون الأمر والأمراء ينفذون الأمر، يتكاملان. فإن تنازعتم في شيء معهم فردوه إلى الله في قرآنه وإلى الرسول في سنته. أيعقل أن يرجعك الله إلى أصلين ولا تجد فيهما بغيتك؟ أيعقل أن يخلو هذا الدين من تشريعات مع الأزمنة المتجددة مع التطورات الهائلة؟ إنه دين الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني أنا قبل أسبوع ألقيت كلمة في مؤتمر البيئة، الشيء المدهش وشيء لا يصدق أن تجد
في ديننا كم كبير من التوجيهات القرآنية والنبوية للحفاظ على للحفاظ على البيئة. لكن نحن عندنا عقدة نقص، كل شيء يأتينا من الغرب نعجب به أشد الإعجاب ونتلقفه. نعم أستاذ علاء، العقل هو أداة معرفة الله عز وجل، وهذا الكون الذي تحدثنا عنه سابقا كله ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. والآن نشاهد مقطع من فيلم علمي عن طائر البطريق يعيش في القطب الجنوبي، فإلى هذا المشهد نتابع مع السادة المشاهدين. ونود من حضرتك أن تشرح عن ما يعني يحتفظ به وما الله مكن هذا الطائر من خلال وصفات. أستاذ علاء، القطب الجنوبي أبرد منطقة في العالم، يبقى الشتاء فيها 6 أشهر، وتربية الصغير في بيئة صعبة كهذه البيئة تحتاج إلى تضحية كبيرة يصعب تخيلها. تقوم هذه البطاريق برحلة إلى المكان الذي سيتحقق فيه اللقاء الكبير، تستمر هذه الرحلة أسابيع عديدة، والمسافة التي تقطعها أكثر من 100 كيلومتر، تقطعها مشيا كما ترون وزحفا كما ترون. لهذا السبب تقطع طريقها مشيا أحيانا وبالتزحلق على بطنها أحيانا أخرى، تمشي جميعها إلى الجهة نفسها بشكل معجز. في نهاية هذه الرحلة ستلتقي آلاف البطارقة في مكان معين بشكل محير. لهذا اللقاء هدف مهم جدا، لأن هذه المنطقة التي سوف يصلون إليها يتحقق فيها اللقاء الكبير، وفي هذا المكان ستولد فيه صغارها. هذه الرحلة الشاقة هي بداية المصاعب التي تواجهها والتضحيات التي تقوم بها، والصعوبة الأساسية تبدأ بعد وضع الأنثى بيضها، لأنه بعد وضع الأنثى بيضها بفترة قصيرة يهجم الشتاء. الحرارة في هذا الشتاء تنخفض إلى 50 درجة تحت الصفر، وتهب رياح حاملة معها الثلج والبرد بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. الشيء العجيب أن هذه الإناث تترك البيضة عند الذكور وتعود إلى البحر كي تصطاد لهذه البيضة بعد أن تخرج من البيضة، وتوكل مهمة حضن البيض للذكور المضحية. يجتمع البطارقة هكذا بآلاف مؤلفة والحرارة 50 تحت الصفر، يضع البطريق البيضة على رجليه ويغمرها بفروته. الله. فلو أن البيضة وقعت على الأرض لمات ما فيها فورا. نعم. نتيجة البرودة. التضحية التي تقوم بها تجتاز حدود الخيال، والبطاريق هؤلاء لا تتغذى أبدا طوال 4 أشهر، تصوم ولا تدع البيوض تصل إلى الأرض لحظة واحدة. يمشي مشية خاصة لأن على رجليه البيضة وقد غلفت بفروته، بل تبقى واقفة لأجلها على الدوام 4 أشهر لا تأكل ولا تشرب، حفاظا على البيضة والحرارة 50 تحت الصفر والرياح سرعتها 100 تحمل الثلج والبرد. تصطف البطاريق على شكل دائري كي تحتمي من الرياح القاسية. كل ما تستطيع فعله خلال الشتاء هو الصبر. نعم. بعد الأشهر 4 الصعبة يبدأ الربيع مرة أخرى، يأتي الفرج، فالبيوض تفقس. بدأ الربيع يظهر فالبيوض تفقس، علامات الأزهار في القطب الجنوبي. نعم. ارتفاع الحرارة قليلا، نمت الأزهار أشكال الجميلة حيث حل الربيع. نعم. فهلأ البيوض فقست وفتحت الصغار أعينها إلى الدنيا حديثا، وما زالت على أقدام آبائها حتى الآن لعدم تكون الطبقة الدهنية التي تحميها من البرد. الشيء العجيب
أن أول غذاء يتلقاه هذا الصغير غذاء محفوظ في حوصلة أبيه من 4 أشهر، وأبوه في أشد الحاجة إلى هذا الغذاء، ويؤثر الأب يؤثر هذا ابنه على نفسه، على نفسه وهو أشد الحاجة، صار صايم 4 أشهر. تعلمنا دروسا في رعاية الأبناء. الآن تعود الإناث إلى الأرض، كانوا في البحر 4 أشهر ليجمعوا الصيد لصغيرها. في هذه الفترة ترجع الأنثى من البحر الواسع إلى الشاطئ، لم تبقى هي أيضا بلا عمل طوال 4 أشهر، بل كانت تخزن الغذاء في حواصيلها لأجل الصغار بالاصطياد المستمر. وبمجرد رجوع الإناث تسرع ذكور البطريق التي صبرت على الجوع 4 أشهر إلى البحر، لأن الذكور تنزل في البحر، في البحر بالتناوب، لتصطاد بالتناوب. نعم بالتناوب. بقيت بلا طعام 4 أشهر. نعم. وبمجرد إشباع ذكور البطريق ترجع إلى العش وتتابع تربية الصغار مع البطريق الأم. بعد مدة قصيرة تنمو صغار البطريق، نمت الصغير، نمى وصار قريبا من أمه. نعم. وترعرع. نعم. نعم. وتصل إلى حجم تستطيع فيه التنزه مع آبائها المضحية. لا يأكل البطريق الأب طوال 4 أشهر لأجل صغاره، يبقى واقفا باستمرار كي لا تمس البيوض الأرض لحظة واحدة. جميل أستاذ علاء، التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق لمعرفة الله والوصول إلى وأوسع الله. باب ندخل منه على الله، لأنه يضعك وجها إلى وجه أمام عظمة الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لأننا في موضوع العقل، العقل أداة معرفة الله. لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين، وقد أدركنا الوقت وأمتعتنا بهذه المشاهد وهذا التعليق إن شاء الله الذي رافق هذه المشاهد عن طائر البطريق وعن تضحيته وإيثاره وكيف يرعى أطفاله وكيف يرعى أبناءه وكيف يصوم من أجلهم ولا يعرف الأثر بل يعرف الإيثار، وكل ذلك من ترتيب الله عز وجل. ومن خلال هذه المشاهد كما قلت يصل الإنسان إلى وسأعد الإخوة المشاهدين. نعم. أن يكون في كل لقاء قادم فقرة علمية فسحة من هذا بعض الشيء بعض الدقائق. نعم، لنرى عظمة الله عز وجل. شكرا لك أستاذنا، وشكرا للسادة المشاهدين على متابعتهم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بمشيئة الله.